السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان في قناتكم قناة شفافكو إبراهيم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فطيرة الملوك كما كتسمى، يعني لاغاليت ديروا. هذه الفطيرة إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي نتمنى تعجبكم، هي كيصوبها أغلبية كيصوبها الناس ديال فرنسا لفرنسي، كياكلوها في واحد المناسبات وكتجي رائعة بإذن الله. هذه الفطيرة كتجي زوينة، نتمنى تجربوها وراه غادي تعجبكم، لأنها جيدة بداك الشيء اللي فيها الدخل، وجيدة لأنها كتجي رائعة. هذا هو المهم في هذه الفطيرة. عندكم المقادير، غادي نقدم لكم المقادير إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي خصنا 170 غرام ديال اللوز، اللوز بالقشرة ديالو مطحون، ما محمرش ما طايب ما والو، اللوز خضر بالقشره ديالو كنطحنوه بحال هكا حتى كيرجع بودره. هذا اللوز خضر وما مقشرش يعني وما طايبش، كيجي هكا كنطحنوه. 170 غرام. غادي تخصنا 80 غرام ديال السكر كلاص ديال السنيده، سكر سنيده. غادي تخصنا 31 غرام ديال الزبده دايبه دايبه شويه. غادي خصنا معلقه ديال الفاني كبيره، واحد جوج بيضات، جوج بيضات على حسب الطلب، يمكننا نديرو بيضه يمكننا نديرو جوج بيضات. غادي نشوفو اللوز ديالنا واش يشرب لينا البيض، الا شد لينا الا شرب لينا البيض راه نديرو جوج بيضات، ما شربش لينا شرب لينا غير وحده، غنديرو غير وحده ان شاء الله. عندنا هنا واحد جوج صفر ديال البيض باش ندهنو لاطار ديالنا، وبالخصوص لاباط فيتي. لاباط فيتي عندي واحد كيلو ديال لاباط فيتي، كيلو ديال لاباط فيتي صوبتها البارح خليتها في الثلاجه، في الثلاجه عاديه باش تريبوزا. ها هي كتجي هكا مريبوزيا وبارده مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم، لاننا حنا دروك في فصل الصيف سخون الحال. كناخذ الزبده ديالنا كنخويها في باسينه بحال هكا، كنخوي الزبده ديالي كنخوي عليها السكر هكا، نخوي عليها الفاني ونخلط هذا الخليط ديالي بحال هكا. وبطبيعة الحال كناخذ البيضة الأولى كنهرسها، ها هي حنا دروك غادي نصوبو لا فرانشيبان ديال هاد لاغاليت اللي غادي نصوبو. كنخلطو الخليط ديالنا حتى كينسجم. بطبيعة الحال كنشعلو الفران ديالنا مسبقا، كنديرو في 170 درجة ديال الحرارة. كناخدو الفران اللوز ديالنا بحال هكا كنخوي شوية بشوية ونخلط شوية بشوية، غادي نخوي هاد الأقدار ونخلط هانتوما. إلا شت اللوز ديالي جاري ما غاديش نزيد بيضة تانية، غادي ندير غير بيضة وحدة، وفعلا غادي تكفيني بيضه وحده، ما نحتاجش ندير جوج بيضات. هذا هو الخليط ديالي هكا بغيتو، ها هو الفرنش بان ديالي هكا بغيناه، كيجي شاد راسو ما كيجيش جاري بزاف ما كيجيش قاصح بزاف. اذا هنا راه خدمنا بيضه وحده، جوج بيضات درت الاحتياط، جوج بيضات ربما يخصنا ربما ما يخصناش، يعني شاط لينا بيضه وحده ما درناهاش. هنا عندنا صفر ديال البيض باش غندوري واسميتو، غادي ان شاء الله نتلاقاو باش نسرحو لاباط ديالنا باش نبداو نصوبو لاطار ديالنا. هذا هو الفلتاج ديالي، يعني لاباط فيتي ديالي، تقريبا كيلو ديال لاباط فيتي كنقسمها على جوج باش ندير هنا لتحت، وهذه الغلقه ديالها ان شاء الله. غادي ناخذ واحد شويه ديال الفورس نرشو به الطوا ديالنا، كناخدو الطوا ديالنا بحال هكا ديال الفران، كنجيبو السيركل باش انا غنديرها في الفورما كارية، كاين اللي كيديرها فورما دايرة، نورمالمون كيديروها الناس فورما دايرة، انا بغيت نديرها فورما مختلفة شوية، غنديرها مربع ان شاء الله. كندير الفورس ديالي، كناخد الفلتاج ديالي بحال هكا، كنرش فوق منو شوية ديال الفورس، كنحاول نخرج منو مربع قد المول ديالي، وما نبغيش لاباط
ضغطوها بزاف، ترقوها، تجيبوها رقيقة بزاف باش يعطيكم، تجيكم لاكاليت ديالكم عندها ان بون فورم، يعني عندها هيئة جيدة غليظة، ما تجيش رقيقة، ما تجيناش رقيقة. هكا هي لاباط ديالنا، هكا كناخدو السيركل ديالنا، هكا كنحاولو نجيبوهم قاد، الا كان معوج شوية نقادوه بحال هكا ونقطعو الاطار ديالنا بحال هكا. هانتوما الاطار ديالنا ها هي، كنجيبو هاد العجين ديالنا كنحطوه في الطاوة ديالنا بحال هكا، كنحطوه في الطاوة بحال هكا، كنحاولو نجيبوهم قاد مزيان بحال هكا. وهنا كنجيبو الشيتا، الشيتا ديالنا كندوريو الجناب ديالو بحال هكا باش يتسد لينا مزيان، غير الجناب بوحدهم. كنضريو ليه الجناب ديالو بوحدهم، كناخدو واحد البوش، البوش هو البوش ديال يعني قالب حلواني بحال هكا، كناخدو الفرانشيبان ديالنا كنعمرو في البوش هكا، كنديرو داك المقدار اللي درنا ديال الفرانشيبان باش تجينا لاطات ديالنا او الكاليت ديروا ديالنا باش تجينا عامره، باش تجيش ما يجيش فيها غير شويه ديال الفرانشيبان هكا. كنحاولو نبداو من الوسط بحال هكا، ديما الوسط، وكنزيدو الجناب بحال هكا. بما ان لاطار ديالنا كاريه، كنجيب اللوز ديالي مربع بحال هكا، وكنحاول نعمر هاد الفراغ كلشي نعمرو باللوز بلا فرانشيبان ديالنا بهاد الحشوه ديال اللوز اللي كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف، وكتجي رائعه، كتجي ان بون تارت. وهاد الفريكره ديال لاطارت كيديروها النصارى بعد راس السنه، كيصوبوها بعد راس السنه، كيسميوها لاكاليت دي روا. ونورمالمون هما كيلعبوا بها واحد اللعبه، يعني كيجيبوا واحد الفيف ديال البلاستيك كيديرو في الوسط، في وسط لاطارت، في اي بلاصه في لاطارت كتغلف كتسد، كيجيبوا واحد التاج ذهبي كيحطوه فوق لاطارت، وكيحطوا هذيك لاطارت كيدوروا بالطبل ديالهم كيقطعوها اون ترونش. يعني هذاك السيد اللي جا فيه داك لفيف لقاه في الترونش ديالو كيصبح ملك، وكيحكم على الاخرين باحكام يعني ما فيهاش مناقشه، الاحكام باش حكم عليهم خصهم ينفذوها. هاد اللعبه كيديروها النصارى تقريبا يعني كل راس سنه. حنا ما كيهمنا هنا في هاد الحلوه ماشي اللعبه ديال النصارى او اش كيديروا النصارى، كيهمنا ان هاد لاطارت كتجي لذيذه وكتصلح للاكل. حنا غنديروها بالطريقه ديالنا، غادي نديرو فيها اللوز ونديروها بلا بات فيتي ونديروها سميتو وناكلوها للاكل فقط، لانها جيده في المذاق ديالها وجيده في الاكل ديالها. الاول كنسرحوا لاباط ديالنا هكا، كنعطيوها الفورمه، ما تجيش ما تجيناش رقيقه، تجي غليظه، لان بغيت الفلتاج ديالي يطلع ليا مزيان هكا. هنا كنحطها مباشره فوق هذه، كنحطها مباشره، وكنحاول نقاد الشناب ديالها بحال هكا هكا، كنحاول نجيبها اون ريجل، يعني كنقادها مزيان كنقادها. وهنا كيبان ليا، هانتوما كيبان لينا العلامة ديال الطرف الثاني ديال العجين ديالنا، اللي كناخدو نفس المول كنحطوه عليها وكنقطعو نفس القطعة هنا مباشرة. كناخدو العجين ديالنا، العجين ديالنا ما كنضيعوش، كنصوبو بحويجات اخرين
هنا كنمسح داك لا دوري الزياده ديال لا دوري اللي كتبان ليا تماك، كناخد كنقلع المول ديالي بحال هكا. وهنا باذن الله ما عندنا غير نقادو لاطار ديالنا بطريقه باش ما تحلش لينا من الجناب بحال هكا. انا غندير فيها بهذه الطريقه باش تجيني مضغوطه من الجناب بحال هكا، يعني ما تحلش ليا، ما تخرجش ليا، ما يخرجش ليا اللوز ديالها، لان الا خرج اللوز كتجي لاطار مشوهه ما كتبقاش زوينه في الديكور ديالها. الاهم عندنا نسدوها مزيان ونحاولوا في هاد ملي كنديروا هاد الحركه باش نقادو الجناب ديالها يجيونا مقادين. هانتوما كتشوفوا ها هي كتجيني مقاده في لافورم ديالها ومسدوده مزيان، واللوز ديالنا ها هو واضح فين كاين. كنحاولوا نزيدوا نقدوها مزيان هكا باش نعطيوها بالفورم، نعطيوها فورمة جيدة ان شاء الله. انتما كتشوفوا اش كنديروا الان. كناخدو لا دوري ديالنا كندوريو به لا طارت من الفوق، كندوريوها. كاين اللي بغي يدوريها باش تجيه كحله شويه يدير ليها شويه ديال بودر كاكاو، يديرو في البيض ديالو في هذا الصفر ديال البيض، يزيد واحد شويه ريحه. انا ما نديرهاش بهذيك الطريقه، بغيتها تجيني ذهبيه اللون هكا كتجي رائعه، لان نورمالمون كنديروها باش تجينا ذهبيه اللون. كنضروها مزيان، والفران ديالنا كنشعلوه مسبقا وكنديروه في 170 درجه. وبينما كنطيبوها كنطفيو الفرفاره، ما كنشعلوش الفرفاره باش ما تحمرش لينا دغيا، باش تطيب على خاطرها ويجي العجين ديالنا طايب من الداخل، ما يجيناش ما طيبش، خصو يجينا طايب مزيان. زين لاطار ديالي، غادي نحاول نزينها بطريقه جيده. هنا كناخذ واحد العود كنزين، هنا كندير الزين ديالي كنبدا بحال هاد الطريقه، وكندير هكا هكا. كل واحد يزين بالطريقه اللي تعجبو ان شاء الله، راه تجيكم رائعه. هنا كنزيد الشرائط ديالي بحال هكا باش تجيني مزينه مزيان هكا هكا هكا. وهنا كنجيب واحد الفرشيطه بحال هذه، كندير واحد كورنا فيها اسنان، كنزيد ندير فيها علامات بحال هكا. يمكن لينا نديرو اللوز، الا بغينا نديرو شويه د اللوز كحل ندوروه بها، واني انا ما نديرش حتى حاجه دروك، غادي نخليها طيب ليا هكا، ومن بعد غادي نزينها اخيرا بشي ديكور ملي تخرج من الفران. 170 درجه كندخلو ليه لاكاليت ديالنا بحال هكا، يعني اللي عنده فران ديال الغاز يشعل ليه من التحت بالمهل، ومن الفوق ما يشعلش ليه نهائيا، حتى يشوف لاطار ديالو، حتى يشوف الكاليط ديالو طلعت مزيان وطلعت مزيان وبدات تحمر، عادي يشعل ليه شويه من الفوق باش تحمر ليه، تكمل ليه التحميره ديالها باش تجي رائعه. مرحبا، بعد مرور 40 دقيقة على باش دخلناها الفران، ها هي الكاليت ديروا ديالنا موجودة. غادي نخرجوها ديالنا، كتجي بحال هكا، كتجي رائعة ومميزة ان شاء الله. ما علينا الان الا نحولوها نديروها في بلاطو ديال التقديم. غادي نهزوها بالسياسة هكا، كتجينا طيبة وكتجينا رائعة. هانتوما الجناب ديالها كي كتجي الفلطاج باين واضح، كتجي رائعة ومميزة.
اللي بغى يزيد يذوقها بشي حاجه يذوقها، اللي ما بغاش يحطها بحال هكا نورمالمون. هي كتجي سامبل، كتجي بحال هذا الشكل وكتجي رائعه باذن الله. مرحبا، نتمنى هاد لاكاليت ديروا ديالنا او فطيره الملوك كما كنسميوها تعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. جربوها وديروها بهذه الطريقه وبلا فرانشيبان باش درناها، ان شاء الله راه غادي تجيكم جيده ومميزه باذن الله، لانها فطيره لذيذه جدا جدا في المذاق ديالها، وكتجي رائعه بالفلتاج لانها هي كتصوب من لاباط فيتي. ما يمكنش لنا نصوبها بلاباط اخرى غير لاباط فيتي. اللي كيتقن منكم لاباط فيتي يجرب هاد لاكاليت، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم يشكرنا عليها، لانها كتجي كما قلت لكم مميزه في المذاق ديالها ومميزه في الاكل ديالها. الا مشيتو تتصوبوها ان شاء الله وصدقات لكم ونجحت لكم نفس الطريقه وطلعات وخرجت لكم مزيانه، راه ما عمركم غادي تستغنوا عنها. غديروها كل مره ان شاء الله للضيوف ديالكم والاحباب ديالكم والابنائكم، لانها من اهم الحاجات اللي كيديروها دوك الناس كل سنه. يعني كتجيو كيديروها كل سنه، كيديروا بها حفل كل سنه، وحنا الحمد لله كنصوبوها ناكلوها وقت ما بغينا، ما كنحطوش وقت محدد وما كنديروش دوك الطقوس، رغم ان داك الطقوس ما ماشي طقوس عاديه، يعني كيفرحوا كيضحكوا كيديروا بها داك الشيء ديال كما عاودت لكم في الاول ديال الحلقه، قلت لكم كيديروا واحد الفيف في واحد البلاصه فيها داخل يلا لاطارت، وكيقطعوها 12 طروش او 10 د الطروش او 8 د الناس، كيجيب واحد التاج كيتباع فضي او ذهبي كيحطوه فوق فوق هادي كيقطعها، اللي كيلقى داك الفيف كيحطوه ليه كيحطوه فوق راسو وكيتسمى ان روا، كيحكم عليهم. باش ما يحكم عليهم كينفذوا الحكم ديالهم ديال الملك ديالهم اللي حكم عليهم. هذه هي اللعبه ديال هاد لاطارت دي روا او غاليط او طارت الملوك او لا غاليط دي روا كما كتسمى بالفرنسيه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها، ديروها لوليداتكم وراه كتجي رائعه ومميزه. ونتمنى منكم تشجعوا القناه ديالكم اللي هي قناه شيف افشكو ابراهيم، اللي هي منكم واليكم، باش نمدكم ان شاء الله بجديدنا كل مره كل يوم. نحن معكم دائما وابدا، غادي نقدم لكم كل ما هو جديد ومميز باذن الله. وكنشكر جميع الاخوان اللي كيحيونا بعودتنا من الكونجي، وكنشكر الناس اللي وكان يعني كنطلب من الله تبارك وتعالى باش الناس اللي خرجوا الكونجيات ديالهم يعودوا لديارهم سالمين غانمين باذن الله. ونتمنى لكم اوقات طيبه في عطلاتكم الصيفيه في بلادكم او خارج وطننا ان شاء الله. وكنحيي الجاليه المغربيه بالخارج، كنحييهم تحيه خاصه، ونتمنى لكم اوقات طيبه معنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.